You idiot! رجل من تكساس يلقى حتفه بسبب الألعاب النارية. لقي جاستن بارتك حتفه بعد أن وجه أحد الألعاب النارية نحو صدره، ويعمل الرجل كساعي بريد في ولاية تكساس الأمريكية، حيث كان الرجل بصحبة أصدقائه بالقرب من نهر كولورادو في كولومبوس تكساس، وكانوا يمرحون ببعض المفرقعات ويصطادون السمك. خطرت في رأس بارتك فكرة غبية، ألا وهي أن يوجه نحو صدره مفرقعات تسمى بالمقاتل من العصور الوسطى، ثم مات الرجل متأثرا بجراحه بعد أن تم نقله إلى مستشفى كولومبوس. وجدير بالذكر أن بارتك كان محبوبا من زملائه في العمل، سبق وأن لقي نيسان فاناتا حتفه في الرابع من تموز بسبب الألعاب النارية في باحة بيته الخلفية. لقد مد فانتانا رأسه ليرى القذيفة النارية التي تعمل في البداية، فانفجرت في وجهه على حين غرّ.